كل انتخابات لها أسس وعناصر رئيسية. العناصر الأساسية اللي مفترض أن تكون هنالك إطار تشريعي، وإحنا ناقشنا هنالك 32 خطأ في قانون. أنت شايف قانون انتخابي ب 32 خطأ، وأضفنا الخطأ 33 حينما يتيح للفاسد المشاركة في الانتخابات. يعني فاسد سواء يخرج بعفو أو يكمل محكوميته ثم تنتهي محكومته، يستطيع بحكم هذا القانون أن يدخل الانتخابات وينافس، وربما حتى يحصل يفوز ويحصل رئيس لجنة النزاهة. والله لا تستبعدها يا أستاذ نجم، ما تستبعدها. هذا الفاسد ممكن يصير رئيس لجنة النزاهة لأن القانون يتيح له. أنت شايف هيك قانون بائس